أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية ممتدة، وتطلعه للمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما وللقارة الإفريقية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السنغالي ماكي سال، أشار الرئيس السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس السنغالي العمل على زيادة معدلة التبادل التجاري وأيضا الاستثمارات ما بين البلدين. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي.